اليوم يوم الأحد 6 أكتوبر. طبعاً اليوم خلصت شغلي في البيت، صورنا في البيت وكذي، الحين طالعين على دبي مول. عندي معرض وايد مهم حق سيمفوني. في هالفيديو براويكم شو الأشياء اللي أنا أسويها عادة كل يوم عشان تاخذون فكرة شو الأشياء اللي نمر فيها كل يوم. الحين نحن في شيشة البترول، ياسين عبي بترول عشان نروح على دبي مول. أشياء غريبة صح؟ عادي. في أشياء أو ساينز الواحد يوم يحطها، يعني مثلا بالنسبة لي الريش والطيور بشكل عام تحسستني بالحرية، يعني تعطيني هالطاقة أني أنا حرة أسوي اللي أنا أبا، أقدر أوصل اللي أنا أبا من آمال، من أشياء، من أهداف، فهمتوا علي؟ فأحط الأشياء اللي أنا تعطيني هالفايب. يعني أول شيء شي غلط تنزل أنت دبي ماي. حط هذا شيء موتري بالا غسيل. أنا توني واصلة سيمفوني، مثل ما تشوفون في مشاركات وايد في المعرض هذا. براويكم الأشياء الكرييتيف والأشياء اللي تلفت نظري. أنا ما أفوت ولا معرض من معارض سيمفوني لأن فيها وايد أشياء حلوة. اللي تزهل، العرايس، اللي عندهم أي شيء، تعالوا المعرض هذا. خلصنا، يلا حلنا ديستنيشن ثاني الى الشارقه في الزحمه. رايحين ستاربكس لان من الصدق في الزحمه. باخذ كوفي، حد مطرش لي ورد باي ذا وي، ما اعرف منو، سو ويل تشيك ات اوت. بعد على فكره ترى انا ما اشرب كوفي وايد، يعني الحين ها كله I'll drink this much. الساعة كم الحين؟ الساعة 5:26. حلو الكلام. نحن لازم الحين نروح وين؟ الشارجة. وطبعا الوقت هذا زحمة، فكيف نرد الشارجة بدون ما نصك في الزحمة؟ هذا ما سنتعلمه اليوم. أول شيء ما تطلعون على شارع محمد بن زايد، لا، نطلع من العابر. فبنطلع من العابر على الشارجة عشان ما نصك في الزحمة. هاي جايز، المهم وصلنا نحن الحين في عيادة الدكتورة فوزية الجزيري. اليوم جاية بسوي تريتمنت حق شعري. طبعا وايد ناس عندهم تساقط شعر وكذي، اللي يستعملوا روكتان، اللي توها مربية، اللي مسوية قص معدة مثلا، او اللي دائما ستريس وكذي وشعرها يطيح، ممكن تسوون هالتريتمنت. دكتورة سوسن راح تعطينا تفاصيل اكثر ان شاء الله عن هالتريتمنت، وبراويكم وانا اسوي التريتمنت. خايفة؟ لا، أحس عادي يعني. والتريتمنت إن شاء الله بيكون حق الشعر. طبعا اللي عندهم بعد حتى في حريم يمكن عندهم الصلع الوراثي أو شيء، بعد هالشيء هالتريتمنت وايد راح يفيدكم. خلصت لي تريتمنت. الدكتورة كانت سريعة صراحة، شكرا دكتورة سوسة. لازم يومين لازم ما تسبح بشامبو، لازم بس ماي. انا متحمسة صراحة حق النتيجة، وتجاهلوا شعري الناقع الحين بس من التريتمنت. وخلصنا شغلنا اليوم، رايحة البيت. و هاف ا جريت داي ايفريون. هذا كان يوم من ايامي الشاقة. زين، والحين برد البيت، باكل لي لقمة، وبرقد باكر يوم جديد.